مناشدة هاي البنية اللي اسمها سجا على البث المباشر المصطفى الكاظمي وهي تبكي. شنو السبب؟ انا راح اقول لك شنو السبب، واتمنى من كل عراقي غيور يخلينا لايك من كل جهاز بالبيت على مود توصل الرسالة لمصطفى الكاظمي، واشتركوا بالقناة على مود نوصل مليون ونبقى نستمر نساعد الناس اللي محتاجة. هاي البنية اسمها سجا، وحسب ما اشتهر الفيديو مالتها من البارحة لليوم وبكل برامج التواصل الاجتماعي، هاي البنية حسب ما شفنا بالفيديوهات وبالتعليقات متزوجة شخص برتبة بالدولة، وهذا الشخص ورا ما انفصلت من عدة وما عدها والي، مجرد ببيتها وياها هذا الشخص يجي يعتدى عليها بالضرب وبالأهانة يومية، وهاي البنية لا حول ولا قوة وقامت تخاف من هذا الشخص أني خسرها حياتها. وسوت هاي البنية، فتحت لايف وكانت خايفة وقلت لهم صوروا هذا اللايف ونشروه، والبنية تبكي وحتى الحجية اللي وياها بالبيت تبكي. واليوم الشخص من ينطونك مرة ويقولوا لك انت زلمة وانت عليك الاعتماد، مفروض هاي المرأة تخليها بعيونك، تخليها بقلبك مهما كانت هاي المرأة. ويا اخواني، المرأة اللي تطلع تبكي او تشوفها تبكي، ترى المرأة من تبكي تبكي من القهر، من الضيم، من العوز اللي هي بيه. وانت تخيل هاي البنية حالة حالة خواتك. اليوم عندنا هواية ناس تضرب خواتها، ابهات، امهات، ولد عم، اليتامى، نفس هاي الحالة. فاحنا اليوم يجب نكون ايد وحدة ونقضي على هاي الحالة. هاي اليوم صارت ويا هاي البنية، باكر تصير وياي ويا غيري. فاليوم احنا لازم نصير ايد وحدة. وكو عالم اليوم اشوفها انا تستهزئ، والله انت نتحبن الرتب. يا حبيب قلبه ويا عمري، البنية اليوم من يجي شخص يتقدم لها ويخطبها، كان عنده رتبة او ما كان عنده رتبة، هي هاي قسمة ونصيب. فمو كل البنات تدور رتب، ومو كل الحاطلة رتبة خوش انسان. اليوم احنا عراقيين وايد وحدة، واللي يجري على البنية العراقية والبنية العراقية اللي محتاجة مساعدة واحنا ما نوقف وياها، اذا احنا ما عدنا غيره على خواتنا. فاحنا خلنا نوقف ويا كل البنات العراقيات، لان ذن كلنا خواتنا. ومع كل الاسف اشوف تنمر وتجاوز على هيج حالة ويطبها مرض وختول. ليش؟ هاي اختك عراقية يا اخوان. وصلنا مرحلة والله العظيم تستحي بالسوشيال ميديا تنزل فيديو تحكي بيه. مع كل الاسف، مع كل الاسف، ودعموا هذا الفيديو وبكل مكان، واحبكم هواية وثيم الله.